بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم 6 أكتوبر المجيدة. عبر سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدا سموه بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ومتمنيا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.